مليوني شخص فر جزء منهم من أتون الحرب، وآخرون فروا من الاضطهاد لينضموا إلى صفوف لاجئي العالم هذا العام. أرقام صادمة أخرى عن اللاجئين يكشفها تقرير جديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبحسب هذا التقرير مشاهدينا، فإن أكثر من مليوني شخص من حول العالم انضموا إلى صفوف اللاجئين هذا العام كما ذكرنا. بحسب هذا التقرير أيضا، من بين الفارين من الحروب والنزاعات والمجاعة نحو 650 ألفا من جنوب السودان، فيما عمق الأزمة بشكل كبير مأساة أقلية الروهينجا. في ميانمار التي بلغ عدد الفارين منها نحو الجارة بنغلاديش خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة فقط نحو 500 ألف شخص. أما الصادم أكثر بحسب المنظمة الدولية فهو أن حتى من نجحوا في الوصول إلى وجهة ما في الخارج فهم ليسوا أفضل حالا من العالقين. فهؤلاء عادة ما يصلون منهكين من المرض والجوع إلى أماكن نائية على الحدود في مجتمعات تأثرت بالفقر وعدم التنمية. وما يرفع المخاوف أكثر بحسب المنظمة الدولية هو أن ثمة حكومات تستخدم ورقة اللاجئين في سياساتها الداخلية، مما يؤدي إلى تقييد إجراءات اللجوء حتى في دول تتفاخر بأنها بلدان مضيافة. بيد أن وجها آخر يكاد يكون مغيبا للمأساة تدق ناقوس الخطر بشأنه تقارير أخرى يتعلق الأمر بأعداد توصف بالمهولة من اللاجئين من بعض البلدان خارج اهتمامات المنظمات والجهات المعنية. ولا تخصص لهؤلاء بحسب التقارير دائما أي برامج دولية للغوث وإعادة التوطين، كما هو الحال بالنسبة للصومال، حيث يدفع حصاد السنين الأخيرة من الحرب والقحط في هذا البلد بأعداد كبيرة إلى الفرار إلى دول الجوار. كذلك الأمر مشاهدينا بالنسبة لمالي، أيضا في مالي يدفع العنف والتطرف والمجاعة بكثيرين من هذا البلد إلى البحث عن البقاء خارج الوطن. أرقام وحقائق تجعل بحسب تقارير دولية أزمة اللاجئين واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في العصر الحديث، التي تحتاج إلى استجابة دولية ملحة عاجلة غير آجلة. ملفنا الليلة اللاجئون وهذه الأزمة الإنسانية الكبيرة. ينضم إلينا من جنيف المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بابار بالوش. سيد بابار، أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية. أرقام صادمة جديدة تصدر عن المنظمة، الموضوع يجعلنا نتساءل مرة جديدة، من أين يجب البدء؟ أين هي المشكلة؟ هل المشكلة في وضعهم أستاذ بابار أم في الأسلوب أو طريقة التعامل مع وضعهم؟ طبعا إذا تحدثنا عن الإحصائيات، ولكن إذا ابتعدنا عن الإحصائيات فعلينا أن ندرك بأن هؤلاء أشخاص نتحدث عنهم، إنهم أشخاص مثلنا، مثلي أنا وأنت والآخرين، لديهم حياتهم، كانت لديهم منازلهم وعائلاتهم، وكان عليهم أن يتركوا بلدانهم ويغادروها بسبب الوضع الذي عاشوه في بلدهم. إذن السبب الذي طبعا يجب أن نحل الجذور، يجب أن نقوم بجهود أكبر لحل النزاعات التي تحدث في كل العالم. ولكن كما رأينا في العديد من المواقف مثل سوريا والعراق وفي وسط إفريقيا وفي الصومال وأفغانستان، طبعا هذه مواقف أو صعبة للحلول. إذن سيكون هناك أعداد أكثر من اللاجئين، وحينما يكون هناك لاجئون وحينما يهرب الناس ويضطرون للهرب، فإن الآخرين الذين ينبغي أن يساعدوهم عليهم أن يتقدموا إلى الأمام ويساعدوهم، يساعد هؤلاء اللاجئين اليائسين الذين لم يرتكبوا خطأ ولكن كان عليهم أن يتركوا كل شيء وراءهم ويمروا بتجارب صادمة من القتل وربما مشاكل أكثر وأكثر. فإذا يجب أن تنتهي النزاعات في هذه الأماكن.
قبل الغوص في كيفية المساعدة أستاذ بابار، حضرتكم في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رصدتم هذه الأرقام التي نشرتموها في هذا التقرير، إلى أي مدى الأرقام التي ترصد، الأرقام المسجلة اليوم، تعكس حقيقة الواقع؟ طبعا هذه أرقام مقلقة، فمليون من اللاجئين لحد الساعة في الأشهر التسعة الأولى من 2017 رأينا طبعا أزمة الروهينجيا أيضا التي حدثت في ميانمار، هناك أشخاص طبعا اضطروا للهروب والفرار بجلودهم إلى بنغلاديش، أكثر من نصف مليون شخص. أنا ذهبت إلى جنوب السودان في والدول المحيطة بالسودان، هناك حوالي 650,000 شخص من اليائسين الذين أصبحوا لاجئين واضطروا لمغادرة ديارهم، وهناك أيضا ملايين من النازحين، وهناك ملايين أكثر وأكثر من الذين هربوا من ديارهم ويضطرون للهرب كل يوم في مواقف يائسة. الشيء الفظيع هو أنه يظهر بأن العالم لا يكترث، فهناك فظاعات أكثر وهمجية أكثر وعمليات قتل أكثر وناس أكثر يضطرون للهرب، ولا أحد يبذل جهدا حقيقيا لتحقيق السلام حتى يعود هؤلاء إلى ديارهم. ركزت أكثر من مرة أستاذ بابار على الجهود التي لا تبذل، من لا يبذلها؟ إنها مسؤولية دولية جماعيا، الإنسانية كلها قد فشلت وأخفقت في مواجهة هذه الأزمة. إذا نظرت إلى الوضع مثلا في سوريا، وإذا نظرت إلى العراق، وإذا نظرت إلى اليمن وأفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى والصومال، والآن لدينا الروهينجيا وجنوب السودان، يظهر بأن العالم يتمزق. إذن يجب أن يكون هناك جهود حقيقية لتحقيق السلام كما قلت، ولكن يجب أن لا ننسى أيضا بأنه في نفس الوقت أولئك اللاجئون اليائسون من النساء والأطفال يحتاجون مساعدة أيضا، ومعظم اللاجئين في العالم هم تهتم بهم أو لجأوا إلى الدول الجوار فقط. نحن نتحدث مثلا عن سوريا، ونتحدث هنا أيضا عن أشخاص يهربون من ميانمار، وإذا تحدثنا أيضا عن أفغانستان، كلهم تم استضافتهم في دول الجوار ومعظمهم. إذن يجب أن تكون هناك آلية حتى يستطيع أولئك الذين هم في العالم يستطيعون أن يتقدموا لدعم دول الجوار، حيث 80% طبعا ساكنون في دول الجوار وهي دول فقيرة. هذا بالنسبة أستاذ بابار لمشاكل اللاجئين الذين يفرون من الحروب والنزاعات وحتى الفقر واليأس داخل بلدانهم، لكن دعني أسألك عن العصابات المنظمة التي تنظم خروجهم وفي بعض الأحيان يتركونهم في عرض البحر، كيف يتم التعامل مع هذه العصابات وهل هي مسيرة من بعض الدول؟ طبعا هذا شيء صادم أيضا، فهناك الآلاف الذين ماتوا في البحار في البحر المتوسط وفي أجزاء أخرى من العالم، وطبعا المتاجرون بالبشر والمهربون لا يهتمون بحياة الناس، إنهم فقط يبحثون عن المال، وما يقومون به هو أنهم يخدعون أولئك اليائسين، ثم طبعا يضعونهم في قوارب وهي قوارب لا تكفيهم أو لا تستطيع نقلهم، والنتيجة هو أننا رأينا الآلاف قد ماتوا بسبب ذلك. أفضل طريقة لمواجهة هذا الموقف هي بمساعدة اللاجئين اليائسين حتى يجدوا ملاذا ومكانا آمنا في مناطق أخرى، ولكن أيضا يجب أن يكون اللاجئون بأن يتم استضافتهم، فتلك المجتمعات وتلك الدول التي تحتاج
تحتاج أيضا مساعدة تلك الدول التي كنا نتحدث عنها. يجب أن تكون هناك آلية لتقاسم هذه المسؤولية. لا يمكن فقط لدول صغيرة أن تساعد اللاجئين، فعلى العالم كله أن يتحرك. وطبعا بعض الدول تقول إن هذه ليست قضيتنا، ولكن الجميع يتحمل المسؤولية لمساعدة اللاجئين. سيد بابار، ذكرت في هذا اللقاء أكثر من مرة موضوع لاجئي الروهينجا من ميانمار إلى بنغلاديش. هنا في هذه القضية الموضوع واضح، حكومة ميانمار هي التي تتعامل مع هؤلاء بهذا الشكل. كيف تعلق على هذه الأزمة؟ وألا تعتقد أن هناك تقصيرا من قبل المجتمع الدولي تجاه ما يحصل، وأنه يتم التعامل معها باستخفاف؟ ما رأيناه هو الآلاف من اليائسين من الروهينجيا الذين هربوا من ميانمار منذ 25 من أغسطس هذا العام، أي منذ شهر. 500,000 شخص، حوالي 50,000 شخص يوميا في المتوسط وصلوا إلى بنغلاديش. طبعا الوضع مأساوي، وكل شيء الآن يحتاج لمساعدة هؤلاء اللاجئين. وطبعا جذور المشكلة تكمن في ميانمار، فأولئك الأشخاص هم بحاجة لأن يحموا. يجب أيضا أن يحصلوا على اعتراف. يجب أن ننسى بأن أولئك الذين احتضنوا الروهينجيا، لأن ميانمار لا تعتبرهم مواطنين. إذا نحن نتطلع لأن يكون هناك حل لهذه الأزمة، حيث الدول تعمل أو تحاول أن تعمل معا لإيجاد حل لأزمة الروهينجيا، وعلى الأقل حتى تساعدهم للعودة إلى ديارهم في أمان وفي كرامة. ولكن لحد الساعة يجب أن يساعدوا في بنغلاديش، فهم قد وصلوا بالآلاف هناك. أستاذ بابار بالوش، المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، حدثنا من جنيف. شكرا جزيلا لك.